خميس ب 26 شباط قررت ايفا خطار وزوجها شربل يظهروا مثل اي عائله لبنانيه صغيره ويظهروا معهم زوي. ظهروا ثلاثه سوا بس زوي ما رجعت، زوي انقتلت، كانه الروح رخيصه وما لها قيمه. نشوف طقي كبرتها نامت حد، شو بدي اقول لك؟ تعبتني هي نايمه، يعني تخيل ايدها على راسي هي نايمه هيك بلحظه قتلوها. قررنا ندفنها هون حد البيت، كتبنا لها اسمها زوي يعني لايف الحياة، نحن سميناها زوي لأنه هي كتير حركة، ما في حدا بيجي محل حدا، هي لها سبيسياليتي يعني، يمكن جيب غيرها لتملي لي فراغها، ارجع علمها وربيها، بس ما بحب بقى زوي. عنا كلب صغيرة أنا وجوزي قاعدين ما قلنا كتير زمان مجوزين. سألنا نجي نعلي نتفة منطقة ما فيها حدا تنلعب هون، قمت أنا عم بلعب ما نزلت بهز حليطة هيك من هون، طلعت على الجبل نطيت اجت هون، شفنا ريا جيش جاية، هن كانوا أون مارش يعني جاي ما بعرف كم واحد، ما قدرت عدهم، الكلبة مش مقربة عليه، هو هون والكلبة هون، شفتها طارت، أنا قلت نطت عم تلعب وحياة الله، أنا قلت قوصها بين إجريها، أنا قلت هيدي هي إنه نقزها، قال له كيف بتقوصها؟ قتلت لي الكلبة جوزي وحياة العنا يا ما بتنساها المشهد، قال له كيف قتلت لي الكلبة؟ وراكد عليه قال له وقف حالك احنا ما قلت لك معه. أنا كنت هون وصلت وبلشت أنت كيف قتلته؟ مين بحق لك؟ أنت واحد ما بتفهم هيك، قلت له ما بتفهم أنت، كيف مسلمينك سلاح؟ ضابط تبعهم بقول له سكت مرتك أنا راسي ما بيحملني أحلى ما أخلعها كف هرلها أسنانها. جمعوا له الجيش اللي هددنا بالقواس اخذوه خزقوا له البنطلون من هون والكلبه عضته وهي فعلا لو نط عليه مثل ما عم بيقول هو وعضته ما بتجي برقبتها ما في خمس دقائق نزلنا لقينا كلبه نفس ستيل عم صفي دم على الطريق ومقوصينا لقيت لي مدام من جمعيه اباف وقالت لي مدام عوض هي وبعثوا لنا بالليل حكي جالس طبيب الشرعي الساعة 12 كانت بالليل لحتى عملنا تقرير انه هي منصابة بطلقة نارية براسها وعين لي كمان محامي تبع لقضيتها رفع الدعوة على المحكمة العسكرية لأنه تهدد جوزي بالقتل والكلبة تعرضت للقتل. We love you زوي رح نضلنا نحبك. بستقبل معي ايفا خطار اما لزوي مثل ما هي بتحب انه ينقال عنا ومدام ثريا معوض رئيسة ومؤسسة جمعية اباف اهلا وسهلا فيكم. رح بلش مع ايفا، حضرنا اللي حضرتك كنت عم تقوليه لاول وهلة بحس انه في شوية مبالغة، الواحد بيقول انه معقولة زوي ما عضته للعسكري وعمل هيك؟ اول شيء زوي بونسوار، زوي عمرها 6 اشهر يعني زوي بكل شيء خاصه بالطب ما بتعض. نحن سألنا كمان قبل الحلقة فعلا قالوا لنا انه ما بتعض، قالوا انه اذا لنفترض عضت بتعمل مثل جرح طفيف او شيء ما بتعض بس هي ما تحط هيدا الاحتمال انه قربت عضته نعم بلس انه هو مقوسها برقبتها يعني كانت بارمي كومبليتلي على هلا كنا عم نحكي وقت انا ومدام ثريا وقت الريبورت انه الرصاصه وقت اللي بتجي هون الكلب وقت اللي بيهجم يا بيهجم بيتقوص براسه يا بيكون هربين اذا هربين بارم ومن يعني منه هيدا وتقوص بلس انه عم بيقولوا لي كلهم على الفيسبوك انه عم بهاجم الجيش، انا بحب كثير الجيش للماكسيموم نحن كمان ما حدا يزيد اكيد اذا واحد غلط بالجيش عمل فردي هيدا ايه اكزاكتلي وما بعرف شو بدي اليوم يعني في اول كلب اللي هو القصه اللي صارت معكم ولكن كمان في كلب ثاني تقوص بنفس الوقت وبنفس النهار ثلاثة بس في واحد خفين وواحد شايلين مدام ثريا ثلاثة طب شو صار نهارتها شو اجيكم تليفونات شو اجيكم معلومات على علاقة اجينا معلومات ناس سكان من عشقوت انه نمجي زراعة عم بتكمل لان احنا دغري اشتغلنا يعني اللي اتصلوا فيكم غير عائلة غير العائلة عائلة انه شو عم بيصير اليوم انه نحكيوكم كمان اللي تقوص كليبون يعني كذا حدا لا في كليب كان عندها تو اخذنا صور وعنا فيديوز وفي اكيد كليب كبوها اصحابها بتعرف بكبون او ما بيبلغوا او ما بيعرفوا ما بيبلغوا صفى انه فشت خلق انا بعتقد كانت فشت خلق او خوف كانوا خايفين كانوا
under stress بس هيدا عمل لا يجوز. مدام سوريا معلي يعني حضرتك غير انك رئيسة جمعية أفاف نعم. حضرتك زوجة جنرال نعم. كمان يعني نعم. اليوم الجنرال لما سمع بالخبرية شو قال لي؟ تأثر كتير لأنه في أسلوب تاني في أسلوب نحن تعلمني غير هيك هيدا أسلوب ليك نحن لازم بهالبلد المعروف جدا الانضباط بالمؤسسة العسكرية معروف جدا احترام الناس ومعروف جدا انه هيدي الامور ما بتصير قليل جدا مشان هيك بنرجع بنقول واحترام الحياة والروح وهيدا اهم صح. شيء صح وهن مثل الاعلى فعلا بتعرف الجيش اليوم اسم كبير لنا صفى انه ما بدنا ندمر بدنا نعمر صح وهيدا الجيش هالصورة لازم بقى يعطينا هالصورة مثل ما البلديات كمان لازم تتصرف هلا بنسأل يمكن تعرف اسأل البلديات نعم ولا طيب ايفا اليوم حضرتكم لجأتوا للأنو رح تروحوا للآخر من أول ما حكينا نحن وياكي حسينا ويمكن في ناس يلي ما عندهم بيت أو ما عندهم حيوان أليف في البيت ما بيعرفوا قيمة الحيوان الأليف في البيت اللي هو أوقات بيكون مثل الولد الصغير وقديش بيتعلقوا فيه أصحابه اليوم رحتوا على المحكمة قدمتوا دعوة بالمحكمة العسكرية كمان خلال محامي أشرف صفي الدين ونجيب الطبيب الشرعي مثل ما كنت عم تحكي حضرتك لحتى يكشف على زوي لحتى لأنه اليوم كله ببين وين رصاصة مضروبة وعلى أي مسافة وهيك شو بعد متأملة يعني شو بده يصير هلا بعد الدعوة اللي أول شيء جو نحن أول شيء بشكركم لأنه أنتم توكلتوا بالمحامي حضرتكم وبالكل شيء يعني هلا الخبرية إنه مش بس دعوة على زوي هلا أنا كتير متعلقة بزوي بس فات هي إنه أنا بحب حقوق الكلب وكل شيء بس كمان رافع سلاح على جوزي كان قتل هيدي اللي بدي استوضحها أكثر طيب من بعد ما صارت هالحادثة وبعد ما قوصوا زوي شو صار؟ ركض جوزي عمل ردة فعل ركض كيف بتقوصها هيك قال له بالحرف قديه كنتوا بعاد عنه للعسكر؟ أنا تقريبا مثل هون والمدام بعيدة عن الكلب جوزي مثل هون يعني ما بعرف هالقد كنت قريبة منك لما تقوصت اكزاكتلي لو نطيت كنت مثبت وهن قديه كانوا هو الشخص قديه كان جوزي كان ابعد شوي لانه بالثلجات كان قاعد هيك ستيل سردة يعني اذا بدك انه عم بيتسلى سو ما اخذوا عطي حتى ما جرب الا كم ما انه ما تخيل ما توقع انه رح تنقتل مش هيك انه عم تلعب هي وانسان جيش ما قربت عليه ما لعبت معه ما يعني ما قربت عليه مصدوم الكلبة شايفها شي 15 عسكري مصدومة انه شو فجأة هيك انتلت الطريق انه شو صار شفت الصورة انت مرقتوها صورة يلي عم تطلع مزهولة قاعدة وعم تطلع انه شو انا سيلفي كان عم بيصور على اساس انه ما في شيء عادي بس وقت خرطش وقفنا كلنا بأرضنا يعني الام 16 كمان بعدين سوري حدته كان مجوقل المجوقل بياكل راس الحية ما معقول يخاف من كلبة يعني بس نحن اجينا كمان تقرير هيدا التقرير تقرير هلا ما بعرف مش 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 طبيب شرعي ولكن تقرير طبي بيقول مورسور دو شيان دو ميزون يعني بيقول انه في عضه وانه نظفوها بالبيتادين ما بعرف اول شيء العضه ما بتنظف بالبيتادين لو بدها تعضوا مزبوط نحن سالنا خبراء قالوا لنا 6 اشهر الكلب ما بتعض ولا يمكن يصير في بيناتاسيون ولا سنينها بعد سنينها وان كيس بدها تعضوا ما حتجي تعضوا يعني الاولى بالبلد هيدا كله ببين يعني ما تعتليهم بالتحقيقات ولما كله بده يحكي بده يبين من الكلب يبين من سنينها من تقرير طبيب شرعي ومن الاخوال تبعهم للشهود يعني اذا يعني بخبرك انه خزق قدامي البنطلون تبع بدله الجيش بتصدقني؟ انا هلا اذا انا عم تخبريني هيك لا ما بصدق اذا عم تخبريني هيك اكيد ما بصدق مزبوط ولا لا يعني الواحد كمان صعب انه تتصدق هيك شغله ومن الاساس الخبريه كلها هيدا المشهد مش مقبول بس في اسلوب كلب كاركتر مثل ما قلت عمر وسنين يعني في كتير قصص فيها تبرهن هالكلب ولا ممكن مدام سوريا حضرتكم نعم حضرتكم كأباف اليوم نعم. شو بتقدروا تفيدوهم بالدعوة يلي عملوها نحن على ثقة اليوم حتى قيادة الجيش ما بتقبل بهذا الموضوع ورح تروح للآخر ونحن عم نشدها على الهواء لحتى ينراح على الآخر بهذا الموضوع نحن داعمينهم بالشكوى ونزلين بكرة على أوراقنا نعم نحن مش قصة زوي بس هي قصة أسلوب كل شيء حتى رؤساء البلديات كيف عم بعض رؤساء البلديات كيف عم يتعاطوا مع الكلاب أو مع الحيوانات الجرائم اللي عم تصير قصة الحمار اللي حكينا عنها كمان من أسبوعين فيني أعطيك مثل يونيفيل يلي مبارح حطوه على أخباركم كمان نعم يونيفيل وقفوا وفد بكامله لحتى يقطعوا سلحفتين صغار يقطعوهم من على اليمين على الطريق نعم
بجنوب يونيفيل بدك تقلي ما عندنا هذه الثقافة. لا بس هني خايفين أكثر من جيشنا. جيشنا إذا بنقول ثقافة لا هني بيقولوا إنه في خوف في حالة ستريس. هني عندهم ثقافة التعامل مع أي كائن حي تحدد من هم إيه مين هني. في هني عايشين بخوف يومي مش معناتها إنه أنا لأني خايفة أو ستريس أو أنا تحت خطر إنه أنا بدي أوس كل شيء قدامي. علما انه ما كان في خطر يعني ما فيها الخطر الفاهم يعني الناس على الثلج عم تلعب وفي شهود وحكينا مع كذا حدا وفي شهود موجودين لنعتبر هالكلب عوت او عرت بيعطوا انذار بليز امسكوا كلبتكم ايه صغيره ست اشهر عمرها منه هالكلب اللي مش قادرين يضبطوه ولا قادرين بيعطوهم انذار بس ما بيقوسوا علنا وهيك لا مش ما بيقوسوا برموا الام 16 على جوزه دغري هيدا الشق الثاني كمان اللي هو تهديد بالقتل هيدا ضمن الدعوه يلي راسه اهم شيء بس بليز علق لي على الموضوع الضابط وقت جينا بنحكي معه انا عم صرخ وعم ببكي بليز وطي صوتك الضابط راسه ما بيحمله بيغروا لك اسنانك هيدا الخطر عرفت ستيل بغر لك سنانك لا انا متاكد انه هيدا الشيء اللي صار ما رح يمرق مرور الكرام هيدا الخطر. وحتى ان كان الشق الكلبي او شق اللي التعامل إيه معكم انتم انا مش المبالغ فيها اوفر الكلبي انه في عاطفه على الكلبي بس هي الدعوه اون دو يعني مش قصة التهديد سحب السلاح تهديد نعم. والكلبي نعم. انه ما بحق له يقتل لي الكلبي طبعا مدام ثريا اهلا وسهلا نعم. فيكي وتحيه كمان لاباف نتشكركم على طول لتبليغنا بكل شيء لتعاونكم معنا ميرسي بوكو عن جد ميرسي لحضوري كمان على حكي جالس ايفا بالنهايه القضاء والقانون رح ياخذ مجرى ونحن على ثقه انه الحقيقه رح تبين اذا كمان بكره مع الوقت شو ببين نحن بنعلن عنه بهذا البرنامج عندي كلمه اخيره مدام معوض إيه اكيد إيه. انا بس حابه انه الفت نظر مجتمع يعني يلي بيحب الحيوان او لا انت بتحب الحيوان غيرك ما بيحب على القليل يحترمه بس حيوان بعدين اسمه عم نحكي عن حيوان الاليف حتى أليف. بحاله اليوم اسمه حيوان اليف حتى شيان دو يعني مسمينه بالتقرير كاتبين شيان دو ميزون شيان دو ميزون طب ما شيان دو ميزون عمره 6 شهور شو بده يعمل بدنا نبلش باسلوب غير هيك يعني نحن عم نتقدم بكثير قصص بسياراتنا بمجوهراتنا باسلوبنا الحياه الظهرات ليش ما بنتقدم كمان بالفيجن مدام سوريا نعم يؤخذ اوقات على جمعيات الرفق بالحيوان نعم. عامه مش بس نعم. عن اباف بينقال نعم. انه هيدي الجمعيات يمكن عندها معطيات عندها معلومات عن اسامي عن ناس مهمه عن سياسيين عن نافذين نعم. حتى بموضوع الفايتس مثلا بين ايه بين الكلاب لما بيصير في فايتس وبيعملوا بيتنج بالمصاري ايه وفي اسامي عندكم وما عم تكشفوا عن كل الاسامي هيك بينقال نعم بس سنت من سنتين كشفت بعرف انه معنا كشفتوا اسامي ولكن كمان على طول يقال انه في اسامي ثانيين في ناس نافذين لازم ينحكى عنه مثل مين؟ يقولوا لنا بس يقولوا لنا نحن جاهزين في عندك اسامي؟ حاليا بخصوص شو قصدك دوك فايت قلناهم تعذيب الحيوانات والدوك فايت وغيره عنا كثير اسامي اي اكيد عنا هودي بدهم حلقه ثانيه خلينا نقول كمان للناس انه اغلبهم اولاد ناس نافذين اولاد معهم مصاري كثير بعيالهم جربوا كل شيء بالحياه وحابين يجربوا هن برايهم انه يعذبوا الحيوانات ويستلذوا بالدوك فايتس او بالانيمال فايتس وهذا موضوع رح نحكي فيه نحن وياكم كمان ونحضر حلقه عن هذا الموضوع ولانه برجع بعيد الجمله اللي عم عيدها على طول تعاملنا مع اي كائن حي بحدد نحن مين شكرا لكم نحن رجعنا تابع دي خليكم تفضلوا